أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الأطفال أمانات الله بأيدي الأبوين، ولا بد من احترام هذه الأمانة والحفاظ عليها وصيانتها. يقول الإمام علي سلام الله عليه: أكرموا أولادكم، احترم أولادك، اجعله كريم النفس. أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم. أنت حينما تكرم أولادك وتحسن تأديبهم فأنت تقوم بعمل عبادي، ولك الأجر والثواب عند الله، وهذا يغفر لكم ذنوبكم إذا أدبت أولادك بالآداب الحسنة، إذا علمت أولادك، إذا أكرمت أولادك، إذا زرعت في نفوسهم العزة والكرامة، فإنك تكون مرضيا عند الله، وهذا العمل يغفر لك ذنوبك. يعني لو مقصر سابقا وقمت بإكرام الأولاد وأحسنت آدابهم فإن الله يغفر لك الذنوب السابقة. هنا يتساءل البعض: هل العقاب بالنسبة للأولاد يضر بتكريمهم؟ إذا كان علي أن أكرم أولادي وأن أحترم أولادي وأن أزرع فيهم العزة والكرامة، أجعل نفوسهم نبيلة يحترمون أنفسهم ويحترمون الناس، في الطفولة أيام الصغر هل نحتاج لتربية الأطفال، أو هل يجوز أن نستخدم العنف كالضرب مثلا؟ هل يمكن أن نربي أولادنا من دون عقاب ونحن نعرف أن الطفل يريد أن يلعب؟ هل نجبرهم على الدراسة وإذا قصروا في ذلك نعاقبهم أو من عاقب؟ وكيف نجمع ما بين هذين الأمرين، تكريم الأولاد وعقابهم؟ وإذا لم نعاقبهم كيف ندفعهم إلى التعلم؟ كيف نمنعهم من الشطط والانحراف؟ الجواب على هذه الأسئلة أن الآباء يحتاجون إلى الحزم فيما يرتبط بالتربية، وإلى إجبار الأطفال على فعل ما يجب عليهم أيضا. نعم، هنالك أمور لازم تجبر أولادك. حينما يكون الطفل بعمر الصف الأول الابتدائي، هل تجبره للذهاب إلى المدرسة؟ إذا ما عجبه يروح المدرسة تتركه حتى ما يتعلم؟ إذا ذهب إلى المدرسة ولكن لم يكن يريد أن يؤدي واجباته، معطينا كتابات، معطينا مطالعة، معطينا حفظ، لكن يجي البيت يريد يلعب، هذا من جهة العلم، هل نجبرهم؟ الجواب نعم، لكن نستخدم في ذلك اللطائف الحيل. يعني أحيانا تيجي دائما تستخدم بحق أطفالك العصا والضرب والإهانة والتحقير، أحيانا كل هذا ما تستخدمه لكن تجبره. أنا أقول يجب على الآباء أن يجبروا أولادهم، لكن كيف يكون الإجبار؟ ليس بطريقة الضرب والتحقير والإهانة والسب والشتم وما شابه ذلك، هنالك ألف طريقة وطريقة للإجبار. خلي أضرب لك مثال: طفلك يريد من عندك شيء، وسيلة لعب مثلا، دراجة هوائية، كمبيوتر، موبايل، تليفون، أي شيء، قل له خير ما أعطيك إلا إذا درست.
إذا نجحت في الامتحانات راح أشتري لك اللي تطلب من عندي. تحرمه من بعض الأشياء التي يطلبك فيها، تجبره على أداء الواجبات. اجلس، يريد يلعب ما خليك تلعب، يعني مرة تقفل الباب وتقول له ما خليك تطلع من الغرفة، تفضل أول شيء كمل واجباتك بعدين طريق مفتوح أمامك، روح العب. إذا ما قبل ما تفتح له الباب. هذا ما أهنته، ما حقرته، ما ضربته، لكن أقفلت الباب عليه. أو أحيانا تجبره بطريقة اللعب وبطريقة المشاركة، تعال أنا وأنت اثنيناتنا نكتب، وتقعده وتعمل منافسة بينك وبينه أو بينه وبين بقية الأولاد. المهم فيما يرتبط بالتعلم، الإمام الصادق يقول: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتعلموا الحلال والحرام. فكيف بالنسبة للأطفال؟ وكذلك الأمر فيما يرتبط بارتكاب الانحراف والخطايا والأخطاء وما شابه ذلك. مثلا تعاقبه بنوع من أنواع العقاب المادي. في بعض الدول الآن على جميع ركاب السيارة أن يسدوا حزام الأمان حتى الأطفال، لكن نفترض أن أحد الأطفال تمرد ما كان يقبل أنه يسد الحزام، أنت سديت له، بمجرد ما مشت السيارة فتح الحزام. إذا شرطة المرور اعتقلوا هذا الشخص أوقفوا السيارة لأن أحدهم وهو الطفل لم يسد حزام الأمان، ما الذي يفعلون؟ يعاقبون الطفل شخصيا، يأخذون مبلغ من المال من عنده. وفي تلك البلاد عادة الأطفال عندهم رقم حساب، عندهم مال ما يحصلوا من أبويهم، يحصلوا من الحكومة. على كل حال فيعاقبون هذا الطفل بمبلغ من المال، الطفل لازم يعاقب حتى يعرف هذا خطأ، ويجب عليه أن لا يرتكب هذا الأمر مرة أخرى. قد يسأل أحدهم: هل إذا نعنف مع الأطفال؟ الجواب: لا نحتاج إلى ذلك. هل لابد أن نضرب الأطفال؟ لا، ما تحتاج إلى الضرب إلا في حالات جدا نادرة. أساسا العنف قد لا ينفع إلا بشرط أن لا يؤدي إلى تحطيم شخصية الطفل. يعني بعض الأوقات فد ضربة بسيطة على إيده، لكن مو تحقيره. أنا أعرف أحد الآباء كان يعلم أولاد الآداب ويعلمهم العلم في نفس الوقت. حقيقة إذا كان يرفع صوته على ولده كان يصاب بالحمى هذا الولد، يعني كان دائما يحترم ولده، بحيث أن رفع الصوت كان بالنسبة إليه عقابا كبيرا. الآن البعض منذ الصغر ما يستخدم بحق أطفاله إلا ضرب. على سفرة الطعام الطفل يتمرد وما يريد يأكل يضربه، على أن يلبس ملابسه يضربه، اطلع من الغرفة يضربه، ادخل في البيت يضربه، اقرأ يضربه، نام يضربه. هذا غير صحيح. أنت لا تحتاج إلى الضرب، لا تحتاج حتى إلى العنف غير قضية الضرب. ثم حتى العنف غير الضرب يجب أن لا يكون أسلوبا دائما للأبوين في التعامل مع أولادهم، يعني كأنه ما في غير هذا الأسلوب، ما في غير العقاب. احنا عندنا شيء اسمه ثواب، عندنا شيء اسمه عقاب. تعطيه الجائزة تغريه بدل أن تجبره على ما تريد. أعطيه إغراء، إغراءات أيضا مسألة بحد ذاتها. نعم العنف قد يحتاجه الطفل إذا ارتكب جريمة كبيرة، مثلا إذا ظلم غيره من الأطفال ظلما واضحا، لأن الطفل عنده ضمير وجدان. لا تقول الطفل ما يفهم، لا، الطفل بجد يفتهم. مثل ما إذا واحد ضربه يبكي
فإذا إذا هو ضرب الآخرين يعرف أن هذا العمل عمل مشين غير صحيح، لابد أن يعاقب. أي إنسان يجب أن يعاقب على الخطايا. في بعض المدارس في الدول الغربية يعاقبون الطفل بزيادة الواجبات، أو يمنعونه من الذهاب إلى البيت ساعة أو ساعتين بعد انتهاء الدوام لأنه لم يؤدي ما عليه من الواجبات. ساعتين لازم يبقى في المدرسة والطلاب كلهم يروحون. أو أحيانا يوقفوهم على أرجلهم فترة من الزمن. هذا كل نوع من أنواع العقاب، هذا يستخدم الآن. وأيضا لابد في بعض الحالات، وهي حالات استثنائية طبعا، ومع بعض الأولاد، وهؤلاء أيضا أطفال استثنائيون، مو جميع الأطفال من هذا النوع، لازم نتعلم من بعض الحيوانات طريقة تعليمهم لأطفالهم. يذكر علماء الحيوان أن الزرافة تضع مولودها والأم واقفة، الزرافة ما تنام على ظهرها وتجيب، لا، تولد وهي واقفة، المولود يسقط من ارتفاع مترين على الأرض لأن الزرافة طويلة. ومع كونه ضعيفا ونحيفا وللتو قد خرج من رحم أمه، فإنه يحاول الوقوف على رجليه، يحاول يوقف. وهنا تتصرف الأم بشكل غريب، لعلك تقول أن الأم تساعده على الوقوف، لا، بدل أن تساعده للوقوف فإنها تعمد إلى توجيه ضربة إليه، تضربه ضربة ضربة تسقط على الأرض. من جديد مسكين هذا الحيوان المولود التو يحاول الوقوف على رجليه، لكن الزرافة تسقطه مرة أخرى. هذا الأمر يتكرر عدة مرات حتى يتعب المولود ويعمد للاستراحة. تو جاي من رحم أمه، كذا مرة الأم ضربته، كذا مرة سقط على الأرض فيسترخي، لكن الأم لا تتركه على حاله حتى يسترخي ويستريح، إنما من جديد تجبره بضرباتها على الوقوف، وفي النهاية فإن المولود يقف على رجليه ولا يسقط على الأرض فيما بعد نهائيا. الزرافة من الحيوانات التي لا تسقط. هذا العنف من الأم يعلم المولود أهم درس في حياته، وهو السرعة في الوقوف على رجليه للقدرة على التخلص من الحيوانات الكاسرة إذا هجمت عليه. والظاهر أن مثل ذلك قد ينفع مع بعض الأطفال أيضا. فإذا لابد من العقاب، لكن بشرط أن لا يكون أسلوبا دائما ولا يؤدي إلى التحقير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.